السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف البري كاست. أول حاجة أعملها إن أنا هفتح تمبليت هقوله نيو بروجكت، وبعد كده أشوف التمبليت اللي أنا عايزه. لو عايز تمبليت تاني ممكن تدخل براوس وتختار تمبليت، يعني مثلا في ريفت آخره RTE، ممكن مثلا نختار الاستراكشر وأقول أوكي وأختار بروجكت عشان يتسيف، بعد كده RVT. هو ده ملف فاضي خالص مفهوش أي إعدادات او مفيش اي رسومات سابقة. طيب هو دلوقتي انا من الستراكشر عايز ارسم الوول والستراكشر، وابدا ارسم الوول بتاعت الهيت. تمام، لما جيت ارسم مفيش حاجة بانت ليه؟ لان انا برسم في الدبس. اقول له هاي وابدا ارسم اهوت، تبدا تظهر الحواف معايا، وبعد كده هروح من الستراكشر هقول له فلور، واروح قايل له انا عايز اختار بيك وول، اروح ده ستيب عشان اختارهم كلهم مره واحده، وبعد كده هقول له ارسمهم لي من بره بالشكل دوت، وهو اوتوماتيك بيعلمني على الاستراكشر. لو رسمت حاجه معماري لازم اجي هنا واعلم عليه. هنا بيقول لي مفيش سبان دايركشن متحمل في المشروع، عايز تحمل حاجه ولا لا؟ بقول له ان هو مفيش مشكله. طيب خلينا نخش في الثري دي عشان نشوف ايه الحاجه اللي احنا هنعملها. طيب هنا معموله ميكانيكال بالغلط، ممكن نخليها ستراكشر. طيب دلوقتي هروح بقى للبري كاست واقول له اسبلت، يعني ابدا قسم لي الحاجه ديت زي ما المصنع هيعملها عشان تتركب. المصنع مش هيقدر يعمل لي حته مثلا 20 في 20، فببدا اقسمها للحتت. طيب هو قسمها على مقاس ايه؟ ندخل في كونفجريشن. تمام، هيبدا يقول لي الاعدادات اللي على اساسها هيبدا يقسم، فبتظهر معايا الشاشه بالشكل دوت فيها الاعدادات اللي انا ممكن احتاجها. مثلا تقسيمات البارتس كونكشن هتبقى قد ايه، اهوت لو انت عايز هولو كور سلاب بروفايل، فبيبدا يقول لك لو في مسات موجوده بيبدا يجيبها لك بالشكل دوت اهوت. تبدا تختار منها النوزز، تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها، بيبدا يجيب لك اختيارات لكل حاجه، السوليد وول والدبل وول والريينفورسمنت هيبقى عامل ازاي، كل حاجه زي. طيب بعد كده تيجي تقول له سبليت، ببدا اعمل سيلكت للحاجه اللي انا عايزها، ممكن ادوس كنترول عشان اعمل اكتر من جزء، وبعد كده بقول له فينش، هو بيبدا يقسمهم لي زي ما المصنع هيقسم. ببعت المعلومات للمصنع، هو بياخد الحاجات دي ويبدا يطبعها ويصنعها، وبيبدا يعمل الكونكشن بينهم هتبقى عامله ازاي. فبتظهر معايا بالشكل دوت، بتلاقي الاجزاء اللي معموله اهي والتوصيلات اهي زي الاعدادات اللي احنا عملناها بالظبط. طبعا الحيطه لسه موجوده، لو عملت كده ودخلت هنا في الفلتر هتلاقي الول لسه موجوده، ممكن تخفي كله وتخلي الول او تخفي الول لو انت حابب. ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اخفي الول، فيبدا الاجزاء بس هي اللي بتظهر معايا. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا للي انت عايزه، تمام، وترجع تاني للبري كاست وتقول له انا عايز اعمل الشوب دروينج بتاعت القطعة ديت، فيبدا يعمل لك لوحة شوب دروينج ويبدا يحط لك السكادر فيها وهكذا. فهتيجي هنا هتلاقي في الشيت اهو، الشيت اتعمل لك في اللوحة ماهيت معمولة في 3D وقطاع والربار والبارت ليست بتاعتها والماتيريال تيك اوف، عمل لي الحصر وعمل لي اكتر من صورة او اكتر من فيو للحيطة اللي احنا اخترناها.